السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم انا موقع مميز لربح عملة البيتكوين. هذا الموقع بيدفع على المحفظة الوسيطة فوسيت باي بحد ادنى للسحب هو 1000 ساتوشي من عملة البيتكوين. طبعا اصدقائي الموقع شايفين بتاريخ اليوم جانوري 14 2022 فيه عشرات السحوبات، هذا يدل انه موقع جيد، موقع مميز. طبعا اصدقائي موقع احترافي بكل ما الكلمة من معنى. هون السحب 4000 ساتوشي، هون 1500، 1000، 1000، 1000، هون 10000، هون 4000. شايفين اصدقائي كلها بيد يعني مدفوعه. هدول البيندينج بيكون بدهم مراقبه الادمن، بيكون عندهم مشاكل او بيكونوا عاملين بروكسي او اي شيء بيراقبون الادمن، لكن بشكل عام شايفين اصدقائي كل الدفوعات عم تكون بيد بدفع فوري على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. طبعا اصدقائي خلال هذا الفيديو انا راح اشرح الموقع بشكل عام، واكيد خلال الايام القادمه راح نقدم اثبات سحب، سواء نحط هذا الاثبات على قناتنا على التليجرام او يمكن ضمن الكوميونتي داخل اليوتيوب. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقي اياه بصندوق الوصف. طبعا هنلك مباشره، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه. انت تسجل الموقع بيروح كلمه ريجستر ناو وبتضغط عليها، او التسجيل وبتضغط عليها. طبعا اصدقائي بتفتح معك هاي الصفحه، بيقول لك الموقع حط اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، حط ايميل صحيح، بيقول لك راح يبعث لك رساله تاكيد. تمام، لازم يكون ايميل صحيح ويفضل يكون جيميل. بي تي سي ادرس، عنوان محفظتك البيتكوين، تنتقل للفوسيت باي بتجيب عنوان محفظتك البيتكوين وبتحطه بهاي الخانه. الباسورد بتحطه هون، بتعيد الباسورد، تنزل لتحت بتحل هاي الكباتشا، مثلا 6 زائد 10 بتحطهم 16 اخي الكريم. بعدين بتروح على كلمه سبميت، بيكون صار عندك حساب. طبعا مثل ما قلنا الموقع راح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي انت سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، بتضغط على اللينك الموجود فيها، بتفعل حسابك وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا اصدقائي واذا ما اجت رساله التاكيد على البريد الالكتروني، جرب تسجل دخول بشكل عادي، بيكون انت الاي بي الخاص فيك مو متطلب منه هاي العمليه. طبعا اصدقائي هاي واجهه الموقع من الداخل، نحن بنجمع ساتوشيات البيتكوين، بس يصيروا 1000 ساتوشي بنسحبهم على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. انا منين بدي بلش اجمع طبعا هاي الساتوشيات؟ في عندي طرق ربح هون، شايفين اصدقائي ايرن مور، شايفين موجود مجموعه من الطرق. اول طريقه هي الصنبور او الفوسيت، بضغط عليها. طبعا اصدقائي هذا الصنبور بيعطيك بين ساتوشي او اثنين كل خمس دقائق، وهذا شيء كثير كويس. بروح على كلمه كليم ريورد، بحل الكباتشا اللي هون، وبروح على كلمه كليم ريورد، قيمة هاي المطالبة، شايفين اصدقائي اعطاني 2 ساتوشي، بعد 5 دقائق فيني ارجع طالب واكساب من هذا الصنبور. في عنا طرق ثانية للربح، عنا الاوفر وول او العروض، جدا مهمة، حتى هو حاطط جنبها بيست او الافضل. تمام، بيقول لي الموقع اول مرة لازم يكون يعني عامل 8 ضغطات داخل الموقع. انا الضغطات بجيبهم من الفيو اد، شايفين اصدقائي، او مشاهدة الاعلانات. رح قوم انا ب 8 ضغطات بمشاهدة الإعلانات بيفتح لي العروض. تمام، وأنا بكسب قيمة هاي الإعلانات. الإعلانات جدا سهلة وبسيطة، هذا الإعلان بساتوشي، هذا بساتوشي بيتكوين، هذا بساتوشي، شايفين أصدقائي شيء جدا سهل. مثلا بنروح على الإعلان، نضغط عليه هيك، بتظهر لي كلمة جو هاي اللي هون، بضغط عليها، أعدادي رقمية، شايفين أصدقائي 20 ثانية بنتظرها لحتى تنتهي. طبعا انتهت الأعداد الرقمية، برجع للموقع بحل الكباتشا بكل بساطة، وبروح على كلمة سبميت. انا كسبت قيمة هذا الاعلان، شايفين اصدقائي اخذت الواحد ساتوشي مثل ما كانوا ملاحظين. بتابع بقية الاعلانات اصدقائي لحتى اكسب منك. هلا رح قوم انا بثمان اعلانات مشان افتح صفحة العروض وتشاهدوا طبعا كيف يتم الشغل عليها. طبعا اصدقائي طلب من الموقع ثمان اعلانات حتى افتح العروض، طبعا شاهدت ثمانية انا، وبعدين رحت على كلمة earn now. طبعا انا الاعلانات اخذت قيمتها بشكل كامل، لكن هي هي الوسيلة لحتى يفتح لك العروض اول مرة. برجع للعروض اللي هي اكثر شيء بتدفع داخل الموقع. تمام اصدقائي، طبعا عندك عرض الوانداز، واندا سيرفري، عندك البيرسونالي، عندك اوفر توروب، عندك بول فيش، سي بي اكس ريسيرش دائما بتكلم عنها. طبعا اصدقائي عرض سي بي اكس ريسيرش ممكن يكون ربع دولار او نص دولار حسب منطقتك الجغرافيه، لكن داخل الجمهوريه العربيه السوريه المنطقه الموجود فيها انا غير متاح طبعا هذا العرض. تمام اصدقائي، طبعا انت بس تعمل 100 نقطه او 100 بوينت بتعمل اكستشينج داخل هذا الموقع من حيال العرض. تمام، من حيال كل هاي العروض بتشتغل معك اخي الكريم، بتعمل لها اكستشينج، شايفين اصدقائي اكستشينج بوينت، بس يكونوا 100 نقطه، بيحول لك اياهم على رصيد الساتوشيات وقتها انت بتطلبهم على المحفظه الوسيطه فوسيت باي مشان تسحب هاي السحوبات. طبعا شايفين لسه عندي انا الخاني حمراء، انا عملت 15 ساتوشي، لازم اعمل 1000 ساتوشي. طبعا اصدقائي خلال الايام القادمه اكيد ان شاء الله بنوصل للحد الادنى للسحب ومقدم اثبات سحب على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. ممكن نحط هذا الاثبات بقناتنا على التليجرام، او ممكن نحطها كمان بكوميونتي الخاص باليوتيوب. بقى عندنا كمان شغله كويسه نحكي عنها، هي رابط الاحاله من كلمه جيت ريفرال،
طبعا اصدقائي رابط لي حالي بتزور اصدقائك لحتى تستفاد من هذا الموقع بشكل افضل، وهذا الشيء دائما بيساعدك انك تنتشر بشكل احسن وتربح بشكل احسن من المواقع. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.